حقيقة طال عمرك يعني ما ادري وشلون ابدا في شو اسمه في الموضوع، بس انا يعني انا واخوي قعدنا نفكر وفكرنا وقعدنا نفكر وقعدنا يعني نفكر كثير الحقيقة. وش اللي وانا بعد سالت عندي اخوياي اختصاصيين في هذولي وقالوا لي وليش ما تسوون شركة صغيرة، يعني مشروع صغير. جزاهم الله خير يعني ساعدونا الحقيقة، ما قصروا، وقفوا معنا. يعني قلنا شلون وش ذا الشركة اللي تقول؟ قالوا شركة، تسوون شركة وتسمونها شركة أبو مساعد وأبنيه المحدودة.